الآن أنا راح أكتب برنامج شلون أنفذ الترافيك لايت. أنا بدي أكتب برنامج الترافيك لايت، راح أجي أحدد شنو هو الانبوت وشنو الاوتبوت اللي أنا راح أستخدمه بهاي الدائرة. هنا راح أكتب أنا برنامج كود كامل. فهذا هو الأردوينو مالتنا موجود، فأنا حددت البن 13 والبن 12 راح يكون الانبوت اللي هو يتحسس من السنسر مال النورث والسنسر مال الايست. طبعا انا هنا أنا بهاي الحاله راح استخدم سويتش، لان انا ما راح اربط سنسر، راح استخدم سويتش وانفذ البرنامج. واستخدم انه البن 5 والبن 6 والبن 7 هو اوتبوت اما للايست الريد والجرين واليلو، والسبعه والثمانيه العفو والتسعه والعشره راح يكون للنورث. بعد ما حددت اني شلون راح الانبوت والاوتبوت مالتي للاردوينو، اجي الان الى كتابه الكود. على مود اكتب الكود لازم احدد بالبدايه انه اني النورث سنسر هو بن رقم 13، الايس سنسر هو البن رقم 12، الريد نورث هو 10، الجرين نورث هو 9، اليلو نورث هو 8، الريد ايست هو 7، والجرين ايست هو 6، واليلو ايست هو 5. هسه انا حددت انه كل بن من المايكرو شنو اسمه، راح استخدم انا اتعامل وياه بالاسماء، ما راح اتعامل وياه بالارقام. وبعدين جيت انا حددت الانوم ستيت انوم مالتي، قلت النورث راح ابدي به هو راح اسميه 1. طبعا الانوم اذا ما حددت انا البيز هنا ايش قد راح ياخذه 0، بس انا هنا حددت البيز 1. بالحاله السابقه المثال السابق ما حددنا البيز، ولذلك هو اخذها بدا بيه بالصفر، انا هنا حددته فابدي بيه بالواحد، يعني هذا راح يكون 1 2 3 4. واضح؟ وجيت اني خليت هنا متغير اسمه النورث سنسر ستيت، الحاله مالته شلون راح تكون؟ اعتبرتها بالبدايه 0، واعتبرت الايست سنسر ستيت ايضا الحاله مالته هو تكون 0، هاي بالبدايه. والانيشال ستيت مالتنا اعتبرناها قيمتها 1، يعني انا راح اكون موجود حاليا بالجو نورث، انا هاي فرضت من البدايه. وراها اجي اكتب الفويد سيت اب. السيت اب مالتنا قلنا لازم نحدد ياهو الانبوت وياهو الاوتبوت. كم واحد عندي بين انبوت وكم بين اوتبوت؟ عندي 2 انبوت و6 اوتبوت. فذن البنات حددت الاوتبوت اللي هن راح يشغلن الترافيك لايت، وذن البنات النورث سنسر والايس سنسر راح نحددهن هن انبوت. بعد ما حددت الانبوت والاوتبوت اجي على الفويد لوب. هنا راح اخلي الدائره مالته. اول شيء يعني هنا راح اكتبها بصوره بسيطه بدون دوال معقده على مود الطالب يفتهم. الطالب قلنا احنا ممكن هو يختار الطريقه اللي يشوفها مناسبه له، ولكن اكو طريقتين. الطريقه الاولى اللي شرحتها كانت باستخدام الدوال، وهنا الطريقه الاوسط. الطريقه البسيطه اللي هنا انا حددتها، حددت ان النورث سنسر ستيت الحاله مالته هو ديجيتال ريد نورث سنسر، راح يقرا لي حاله النورث سنسر. والايس سنسر ستيت راح يسوي لي ايضا ديجيتال ريد ايس سنسر، راح اقرا السنسرين واشوف شنو الحاله مالتهم. نجي بالسويتش. بالسويتش انا خليت الستيت، الستيت هنا بالبدايه انا فرضتها 1، يعني وين راح يكون هو موجود؟ راح يكون موجود في حاله الجو نورث، راح يكون موجود في حاله الجو نورث، يعني موجود هنا بهاي الستيت. فما طول موجود بهاي الستيت انا لازم اخلي ببالي اذا عندي 0 0 او 1 0، اذا هنا اللي انتبه له اذا كان هذا 0 هذا هنا 0، هنا متغير 0 1 ما عليه علاقه به، ولكن هذا الثابت 0 0. شنو هو الثابت هنا 0 0؟ الثابت هنا 0 0 هنا نبع 0 0. شنو معناه ب 0 0؟ معناها ما جايتني اي سياره او جايتني سياره من النورث. فلطالما انا راح اقرا هذا هو 0 لو، فراح ابقى بهاي الستيت، واذا قريتها هاي راح انتقل للستيت اللي بعدها. اذا بعد هذا الزيرو وانا هنا أنا ما يهمني، اللي يهمني هذا من يكون ثابت، هذا متغير فانا اعتمد على هذا الثابت. نفس الحاله هنا متغير 0 1 ولكن هنا ثابت، فانا باع للثابت بكتابه البرنامج. فمن اجيت اني هنا أنا حددت اذا كان الاس سنسر ستيت يساوي لي لو، يعني ما جايتني اي سياره من جهه الستيت، فانا راح ابقى وين؟ راح ابقى بالستيت نفسها، ما راح اطلع من الستيت، راح ابقى بالستيت اللي هي جو نورث، وابقى بالزمن اللي هو ايش قد مقدار مطلوب من عندي؟ 30 سكند. زين هنا شنو الاشارات لازم تكون مع ترافيك لايت اذا انا باقي جو نورث؟
ما طول باقي جو نورث معناها الجرين مالت النورث يكون اخضر والريد مال الاس يكون احمر، فثبتته هنا. بعدها اجي اذا تغيرت هاي وصارت هاي، صارت هاي معناها اني لازم انتقل الى الستيت 2 اللي هي حاله الويت، لازم انتظر انتظر جد انتظر، هو هنا راح يحدد البرنامج. فانتقلت الويت نورث، بالويت نورث راح اشوف انه اني راح انتظر لمده 5 ثواني، ولكن ايش راح يصير من انتظر 5 ثواني؟ راح يصير اليلو عندي هنا هو هاي والبقيه هم والريد مالت الاس هاي والبقيه هم لو طافين. وراها لازم يحولني وين؟ يحولني للستيت 3. من جيت للستيت 3 اللي هي جو اس ايضا لازم اشيك، اشيك اذا السنسر مالت النورث ستيت لو، يعني ما جايتني اي سياره من النورث، فانا لازم ابقى بهاي الستيت اللي هي ستيت رقم 3، فانا بقيت هاي بالستيت رقم 3. وايضا شنو يكون عندي اللايت مال ترافيك لايت مالتي؟ يكون ترافيك لايت النورث هاي والجرين مالت الاس يكون هاي. واضح ولا؟ بعدها لو هذا صار هاي ما كان لو، فالمفروض انتقل الى ستيت رقم 4. فهنا نقلني الى الستيت رقم 4، الستيت رقم 4. وراها يسوي بريك، طبعا هاي البريك مهم جدا، البريك على مود ينهي الحاله ونرجع اللوب من جديد. سوى لي بريك. هنا جيت هسه للستيت الاخيره اللي هي ستيت رقم 4 او الستيت، نعم رقم 4 اللي هي بالويت. بالويت راح يسوي لي يلو بالنورث وريد بال، العفو ريد بالنورث ويلو بالايست، والانتظار لمده 5 ثواني بس يرجعني وين؟ يرجعني للستيت رقم 1 ويرجع البرنامج من جديد. طبعا انا هنا كاتب ملاحظه بابا اذا تشوفوها هنا كاتب هذا هوم ورك 1 مطلوب من عندكم، هذا الهوم ورك 1، هذا الكود اللي انا كاتبه به صح، ولكن نسبة الدقة مالته او البرنامج صحيح بنسبة 80%. انا خالف مشكلة بهذا البرنامج. هذا البرنامج هسه راح تنفذونه، انا راح اعطيكم التنفيذ مالته وتشوفونه يشتغل البرنامج. ولكن اكو بي مشكلة انا خالها. اريد الطالب يكتشف هاي المشكلة ويحلها ويسوي تصحيح للكود ويدز لي اياه. واضح؟ هذا الهوم ورك الاول المطلوب منكم بهذا المحاضره، واكو هوم ورك ثاني ايضا راح اعطيكم اياه. بس على هذا الهوم ورك انا اؤكد انه هذا البرنامج صحيح بنسبه 80%، اكو 20% انا خالق مشكله به. فاريدك انت تكتشف هاي المشكله اللي هي ال 20% وتصححها وتدز لي اياها. هذا الهوم ورك الاول. هسه راح ننتقل الى شلون البرنامج راح نشغله. بابا مثل ما تشوفون اني نفس البرنامج اللي راويتكم اياه بالبوربوينت نقلته هنا كاتبه اني مباشره نفسه بالضبط. فهذا هو البرنامج اذا تشوفونه نفسه بالضبط، والانتقال بين الستات وبرنامج كامل مثل ما اني ذكرته قبل قليل. هذا كتبته وسيفته وسويت له فيريفاي وكملته كامل. هاي فيريفاي هسه انا سويت له، ما عندي بيه اي خطا. وبعدين اخذت البرنامج جيت اني على هنا بالبرنامج مالتنا رسمت الدائره، جيت حددت هنا جبت المايكرو خليته وجبت مقاومات وباور سبلاي وجراوند ولدات، جبت جرين ويلو وريد، ربطت الدائرة على حسب الأصول ومثل ما متفقين عليها. ربطت السنسر مال النورث إلى بين رقم 13 مثل ما تشوفون، والسنسر سويت سويتشاني اللي هو مال الإيست ربطته رقم 12، وربطت الترافيك لايت مال النورث للعشرة والتسعة والثمانية، والترافيك لايت مال الإيست ربطته لل البطل الخمسة والستة والسبعة. واضح؟ هسه أنا بعد ما كذا جبت الهكس وخليته أيضا بالبرنامج،
الآن أني هسه في مرحلة التشغيل، راح أشغل البرنامج وأشوف. بابا لا تشوفون من أشغل البرنامج هسه أني بالبداية بابا عندي الحالة النورث جرين والإيست ريد، واضح ولا؟ وما عندي أي إيش اسمه سيارة جاية، فمستمرة العملية. هسه بعد عد 12 ثانية، 13 ثانية، 14، 15، 16، 17 راح يستمر. ليش؟ وهذا راح يبقى يستمر، ما راح يتوقف. لطالما ما راح تجيني سيارة من الإيست، هو ما راح يغير، راح يبقى على حال الترافيك لايت. واضح؟ ما انتبهوا، هذا 28 29 30، بعد 30 وما غير ابد. الحاله له لو اجتني سياره من النورث هم ما راح يغير، ما خليت له سياره هسه جايه من النورث، ايضا جاي ننتبه راح يستمر هذا العداد وما جاي يتغير عند الرقم، يعني ما تتغير الترافيك لايت. راح انتظر اني وياكم ونوصل تقريبا للثمانين، بالثمانين راح نغير الحالة ونشوف. عبرنا الدقيقة 80 ثانية، يعني دقيقة وعشرين، يعني مجرد هو رقم انا اختاريته، مو فد شي يعني. بس نشوف بعدها هسه، بعدها راح اقول عندي سيارة جاية من الايست، فنشوف من اجتني سيارة ورا 5 ثواني، ها هنا لازم هو يكمل ال 30 سكند. بعد هسه حول ايش قد؟ 5 ثواني، هاي 5 ثواني غير، بعد صار هذا اخضر هذا احمر، هذا ايضا راح يستمر لمدة 30 ثانية، 30 ثانية، واضح ولا؟ وهذا هسه يبقى همينه مستمر بهاي الحالة، ما يتغير الى ان تجيني سيارة ابن النورث. هذا هسه راح نقول تجتنا سيارة من النورث، راح يكمل العد مالته، ورا ما يكمل العد مالته على مدة السيارة تخلص اللي هي تطول 30 ثانية، يحول هذا الى اليلو، يتحول هنا الى اليلو، وبعدين يقلب. هسه ننتظر، حول يلو، هذا صار الريد. هسه راح ينتظر 5 ثواني، بعد غير. برنامج شغال، ولكن انا قلت اكو مشكله بالبرنامج، اريد من عندك انت تلقى هاي المشكله، واضح ولا؟ هسه انا راح اوقف العمل، هذا البرنامج شغال ما بي اي مشكله، ولكن اكو مشكلة بالكود انا كاتبها، اريدك تكتشفها.